السلام عليكم. خلينا اليوم او هلا خلينا نخلص المحاضره الخامسة من الاناتومي يلي كنا نحكي فيها عن ترايجيمينال نيرف. حكينا الاشياء الاساسيه عن ترايجيمينال نيرف، حكينا عن اول برانشين اللي هم الاوبثالميك والماكسيلاري. الاوبثالميك كان فيه له برانشات سهله، كان اللي هم ثلاث برانشات اوكي ذكرناهم ذكر، والماكسيلاري حكينا شو البرانشات وكيف من وين بيطلع. تمام. صراحة هنا آخر هدول شايفين هدول الحكيتين هدول، هاي الإشي إنه من الليكشر عادي شو إنه أنتوا يعني أعطى دكتور introduction يعني هاي briefly. تمام. حكى there are four parasympathetic ganglia. تمام. nasocelery بيتيروغوبالاتاين أوتايك سبمانديبولر. البيتيروغوبالاتاين حكينا هو the largest parasympathetic ganglion in the body صح ولا لا؟ حكيناها، فهاي حكيناها وخلصنا منها. الأوتايك هاي رح نحكي عنها، الأوتيك رح نحكي عنها يعني بآخر المحاضرة هاي. والسبمانديبولر يعني إشي طبيعي جدا عادي يعني مجرد أسماء وأنت تحفظها. أوكي. وإيتش جانجليون هاز روت أوف سنسوري، يعني هلأ كل جانجليون لما حكينا مثلا عن بتيروغوبالاتاين حكينا إنه إلو سنسوري روت، إلو سمباتاتيك روت، إلو باراسمباتاتيك روت صح ولا لا؟ هلأ الترايجيمينال نيرف ها يعني أنا بحاول أعمل ريفيو، الترايجيمينال هو العصب الخامس تمام؟ قولوا 3 برانش اوكي. الفيشل نيرف هو العصب السابع تمام. هلا الفيشل نيرف بحكي لك بغذي عضلتين، واحدة اسمها كورد تيمباني واحدة عن ستابيديوس. اوكي. ستابيديوس والكورد تيمباني هم عضلتين صغار زي ما انتوا شايفين لجوا، يعني مش مرتبطات، ما بعرف اذا مرتبطين بالاير ولا ايش، بس هم لجوا هيك عضلات صغيرات تمام. فمين اللي رح يغذيهم؟ الفيشل نيرف. هاي حسيتها انه يعني معلومه على الهامش انك انت تكون عارفها، فهمتوا كيف؟ الفيشل نيرف هو العصب السابع وبغذي العضلتين هذول، يعني لو جابنا بالامتحان مثلا الكورد التمباني الاستابيديس هذول مين بغذيهم، فرح تعرف انت لازم تكون عارف ايش هو الفيشل نيرف تمام. هلا هاي كانت يعني هي الدكتور اول ما ببلش محاضره بتعرفوا بصير يحكي هيك اشياء عامه اوكي. فالفيشل نيرف له محاضرة لحاله تمام. اند اتباس ثرو فيشل كانال تمام. انسوا يعني هي عادي فيشل كانال، هي يعني فيشل نيرف بيمشي في كانال. شو كانال؟ كانال يس ولا مش يس؟ يس. غلطت بهاي الشغلة لأنه أصلا هاي الشغلة ترى أنا حكيناها، تذكروا صح حكيت إنه في عنا جريتر بيتيروسال نيرف راح يتحد. خلينا نحط لون تاني. صح حكيت في جريتر بيتروسال نيرف راح يتحد مع الديب بيتروسال نيرف ويعملوا شغل اسمه فورامين لسيرم، وبعدين راح يعملوا بيتيروغويد نيرف صح ولا لا؟ بعدين انه بمشي للبيتيروغويد جانجليون تورلاي اند جيف بوست سمباتيك فايبرز تمام وخلص صح. ويل سبير اس اوكي ماكسيلاري والنيزل برانش. ماكسيلاري راح يصير يعطينا زيجوماتيك وزيجوماتيك تمبورال واللاكريمال نيرف اللي راح يقضي بالنهايه ايش هي اللاكريمال جلاند يلي بتكون فوق جرف جف لا فوق جفنا صح فوق لا يعني هي بالاي برو تقريبا صح الحاجب خلص بتوين الحاجب والجفن العلوي صح ولا لا؟ انتيرو لاترال صح تذاي تمام. هاي يعني اشياء صح درسناها فوق صح ولا لا؟ تذكروا اذا مش تذكرين شك في حالي. هاي اشياء مراجعه يعني سهلات خفيفات لطيفات، وهي صورتين وهي بتحكي لكم هنا. وقام اذا مش فاهمين ارجعوا ل تيك ا بريك اند ليتس بلاي تمام. هاي الماكسيلاري نيرف، هاي الصورة كمان تمام، الصورة ضرورية لأنه أنت ما راح تقدر تفهم بدون الصورة أوكي. جريتر بيتروسال والماكسيلاري والأكريمال ونازل وبصرش أوكي. راح نحكي عن المانديبولار نيرف تمام. أول جزئين حكينا عنهم الماكسيلاري، وحكينا عن الماكسيلاري حكينا عن الأوبثالميك تمام. ثالث جزء من أجزاء الترايجيمينال نيرف اللي هو إيش؟ المانديبولار نيرف. بحكي لك المانديبولار نيرف لما حكينا عن الترايجيمينال حكينا بشكل عام له سنسيشن، يعني له دخل بالسنسيشن مين تمام، بس في له موتور فانكشن لانها بس هي خفيفه بتكون بالمانديبولار نيرف تمام. سو المانديبولار نيرف هو الثيرد ديفيجن اوف ذا ترايجيمينال نيرف في 3 ذا لارجست اوف 3 برانش، يعني شو اكبر جزء اكبر برانش من 3 برانش اوف ذا ترايجيمينال نيرف اللي هو ايش؟ المانديبولار نيرف. كمان يتكون من لارج سنسوري اند سمول موتورز، يعني هو بتكون من سنسوري نيرف وموتور نيرف، بس لما احكي لكم السنسوري بده يكون السنسوري كبير تمام والموتور صغير تمام. تقدروا هون تطلعوا يا جماعه في هنا خلص اوكي. والله انه انا حاسه رح يصير بالزهايمر على 30
تمام فهمنا ولا مش فهمنا؟ فهمنا. هلا راح افرجيكم كأنه والله انا ما بطلت اضمن شو اصلا، ما اعرف شو حالي شو وحدي. شوفوا هسا تراجمال النيرف تمام، راح يطلع من البونز تمام، راح يكون شوفوا اللاترال سيرفس، هاي تراجمال النيرف. شوفوا يا جماعه هون، شوفوا يا جماعه هون، شوفوا هون، شوفوا هون السنسوري، شوفوا قد ايه انه ثيك، شوفوا شوفوا الوتر شو انه صغير تمام. فبحكي لك السنسوري هو ايش الكبير، هيو لارج لاترال سنسوري وسمول ميديان موتور. الموتور بكون ميديالي وبكون صغير، هيو صغير، هيو شفتوه ولا ما شفتوه؟ صح شفتوه، هيو صغير هيو، وهاي اللي عندنا اللي هو الكبير السنسوري. اوكي ولا مش اوكي؟ وبكونهم من البونس بكونوا على الطرف تمام. بدي سيربلر بدنكل، اوكي انسوا كانسل عشان ما نحفظ التغيير الذي حدث، صح ولا لا؟ صح. طيب فهمنا ولا مش فاهمين؟ فهمنا تمام. هلا في عندكم زي ما تحكوا مثلا هاي ترانك اوف مانديبولر، كيف يعني لما يصير يتفرع المانديبولر نير تمام، اللي هو جزء من التراجمال نير ثيرد بارت تمام. بده يطلع من يعني من الترانك تمام، راح ينقسم لقسمين اوكي. هلا شوفوا، هلا بحكي لك it leaves the cranial cavity. لما هاي كل الأجزاء هاي بنحكي عنها بتكون بالبونز وبتكون in the brain. so لما أحكي ريف cranial cavity يعني راح تطلع من التجويف في الدماغ تمام، عن طريق الإيش، عن إيش، عن طريق شو راح تطلع من الدماغ؟ عن طريق الفورامين أوفال. وين الفورامين أوفال؟ هاي الفورامين أوفال شايفينها، شايفين هاي الفورامين أوفال بالأحمر، هاي الفورامين أوفال. إذا راح تطلع يطلع المانديبولار نيرف من الكرانيال كافيتي from the فورامين أوفال تمام. to enter the infratemporal fossa، في إشي اسمه infratemporal fossa راح إيش يمر فيها تمام. أنا كأني حطيت infratemporal fossa دقيقة. هاي شوفوا يا جماعة، هاي تمبر، هاي لها، هاي infratemporal fossa شايفينها ولا مش شايفينها؟ هيا من فورامين أوفال، بعد ما يطلع من الكرانيال كافيتي شو بفوت على الفورامين أوفال، من الفورامين أوفال وين بروح؟ بالإنفراتمبورال فوسا. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة تمام. what are the structure pass through فورامين أوفال، بحكي لك شو هي الاستراكشرات أو شو هي النيرفات اللي راح تمر من خلال فورامين أوفال. شو هي آية هاي فورامين أوفال شو طلع منها؟ ليزر بتروسل نيرف، في اشي اسمه ليزر بتروسل نيرف راح يطلع منها، اشي اكسسوري من الجيل ارتري واميساري فين والمانديبولر نيرف. هذول مجرد اسماء فينس، وان فين وفين وارتري ونيرف، انت لازم تكون حافظهم بس جست انك تحفظ. طيب هلا الترنك، شوفوا الترنك، هاي الترنك شفتوه، هاي الترنك اوف ذا مانديبولر اوكي، هاي الترنك تمام، راح يطلع منه شغلتين تمام، راح يعني يطلع جزئين منه تمام. ذا ترنك of the nerve is short تمام، هو short قصير، and lie deep to the lateral pterygoid تمام. هلا رح نطلع على الصورة، انتو تطلعوا على الصورة ومنها احكموا تمام. شوفوا يا اي شو الترنك، هاي الترنك، ترنك of the mandibular، شوفوا قصير ولا طويل؟ هيو قصير، is short، short ولا مش short؟ short. خلص فهمنا على بعض؟ فاهمين؟ فاهمين. and lies deep to the lateral pterygoid، روح نشوف على lateral pterygoid. lateral pterygoid وينه يا اي؟ وينه؟ شوفوا مأشرين لور، في له الأبر هيد وفي له لور هيد تمام. فيعني خلينا نعتمد إنه هون راح يكون اللاترال بترجويد تمام. فديبلي لإله يعني ديبلي لإله، ديبلي يعني لجوا منه، يعني أغمق لجوا منه، إيش بدي أشوف؟ الترنك أوف ذا مانديبل، مانديبولر صح ولا لا؟ يعني الترنك أوف ذا مانديبولر هون، فراح يكون على جنبه هون اللاترال بترجويد، فراح يكون هو ديبلي بالنسبة له صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لانه راح يكون هذا لجوا، الترنك اوف ذا مانديبولر لجوا راح يكون، صح ولا لا؟ فهمتوا؟ هلا بحكي لك لما الترنك هاد تمام يا جماعه راح يعطيني شغلتين تمام؟ شوفوا جيف تو نيرفز تمام؟ اول شيء نيرف سباينوسس، ثاني شيء نيرف ذا ميتيال بتروجويد مثلا اوكي؟ هلا نجي نشوف النيرف سباينوسس، وين نيرف سباينوسس يا ايه؟ شوفوا هاي النيرف سباينوسس، شايفين هذا اللي مأشرين عليه؟ هاد ايش اسمه؟ نيرفس سباينوسس. طيب اوكي، هذا برانش بيطلع من الترنك تمام، واصله هو من المانديبولر نيرف تمام، والمانديبولر تابع للتراجمال تمام. نيرفس سباينوس بس استرو فورامين سباينوسوماتو، في شيء اسمه فورامين سباينوزوم اللي هي تمام، راح يمشي من خلالها. شو راح يمشي من خلالها؟ النيرفس سباينوسس من اسمه راح يمشي من فورامين اسمها فورامين سباينوسوماتو سمتو
تمام. هلا رح يمشي منها with middle meningeal artery. هلا شوفوا هون يا جماعة، بنلاقي الميدل meningeal artery، شايفينه هذا الإشي؟ هذا اسمه middle meningeal artery، وهذا فوقه شو رح يكون؟ النيرفس سباينوسس. هلا النيرفس سباينوسس هذا والميدل meningeal artery رح يضلوا ماشيين وطالعين فوق، تمام؟ لما يضلوا طالعين فوق رح يدخلوا الكرانيال كافيتي، تمام؟ عشان شو؟ عشان يعملوا سبلاينج للديورا ماتر، تمام ولا مش تمام؟ تمام. خلينا نعيد، النيرفس سباينوسس وبرانش، تمام، من الترانك بيطلع، تمام. طيب النيرفس سباينوسس شو ماله يا آية؟ النيرفس سباينوسس مكتوب هون ولا مش مكتوب هون؟ طيب بيطلع من، بيطلع تمام، بيطلع من هون، هيو بيطلع من وين يا آية بالضبط؟ بيطلع من إشي اسمه فورامن سباينوسمتو، تمام، عبارة عن يعني ثقب اسمه فورامن سباينوسمتو، بيطلع منه النيرفس سباينوسس. فهمنا ولا مش فهمنا؟ فهمنا. طيب اوكي. طب لما يطلع بحكي لك، تمام، رح يطلع معاه يجي صاحبه الميدل منجل ارتري، هيو يلي بكون شايفينه، هذا شايفينه، هذا صاحبه الميدل منجل ارتري، بشوف وين والله صاحبي قدامي بدي امشي معاه، يلا خلينا نطلع معاه سوا، تمام. فبيطلعوا الاثنين عشان ايش؟ يفوتوا على كرانيال كافيتي. طب ليش رح يفوتوا على كرانيال كافيتي؟ اثنين يفوتوا بصاحبه بعض، بدل مش كرانيال كافيتي، عشان يروحوا يغذوا الديورا ماتر. فهمتوا ولا مش تمام؟ فهمتوا ولا مش تمام؟ فهمتوا ولا مش فهمتوا؟ شوفوا، شوفوا يا جماعة هون، خلينا نشوف على هاي الرسمة، نعمل ريفيو اللي حكيناه. هلا شوفوا شوفوا شوفوا، هاي الفورام سباينوسم، هاي الميدل منينجيال ارتري مر من خلال سباينوسم، تمام، الميدل منينجيال ارتري، شايفوا كيف طلع؟ تمام. هاي في شيء اسمه النيرفس سباينوسم، هاي النيرفس سباينوسم طلع كمان، طلع مع صاحبه ايش؟ مر مع صاحبه الميدل منينجيال ارتري، تمام ولا مش تمام؟ طلعوا الاثنين فاتوا على الكرانيال كافيتي عشان يغذوا الديورا ماتر، تمام. طبعا هلا بحكي لك هذا المينجيال، ميدل منينجيال ارتري محيط في شيء اسمه اركيولو تيمبورال نيرف، رح نحكي عنه شوي لقدام، تمام ولا مش تمام؟ اوكي، حد هون فاهمين؟ تمام. وهي على الشكل الرسمة، لازم تكون يعني انتو صراحة الرسمات، انا بدون رسمات مستحيل تقدر تفهم او تحفظ شيء. اوكي، هذا رح يطلع من الاوتيك جانجليا بدون ريلي، بعدها رح يغذي اوكي لا انسوا انا بحكي اوكي خلص، خلصنا على الاول، رح يطلع هو المدري منجي ارتي وفوت على كرين كافيتو ويعمل سبلاينج للجورا ماتر، اذا النيرفس ماينوسس رح يغذي الجورا ماتر. اوكي، هلا نيرف اوف تو ميديال بترغويد مسل، نرجع الميديال بترغويد مسل، هاي ميديال بترغويد مسل، اوكي، هذا نيرف تو ميديال بترغويد مسل. طيب بحكي لك هذا هذا النيرف يا ايه اتقف ابرانش تو تنسور بلاتاي اند تنسور تمباني، في عندنا يا جماعه هذول العضلتين اسم واحد اسمها تنسور بلاتاي واحد اسمها تنسور تمباني، تمام. من وين بده يجي البرانش لهم؟ من وين راح يجي يتغذوا؟ من عن طريق النيرف تو ميديال بترغويد مسل، تمام. هلا بحكي لك شوفوا شوفوا، خلينا نتبع الرسم الاول، تمام. هاي في شيء اسمه نيرف تو ميديال بترغويد، وينه يا ايه؟ سوري، هاي ميديال بترغويد، هاي ميديال بترغويد، هذا هو شايفينها يطالع منهم، تمام. مر الميديال بترغويد، مر ايش؟ بمكان، تمام، هو ماشي بطريقه، مر بمكان اسمه ايش؟ دائره، شو اسمه هاي المكان؟ اوكتيك جانجليون، جانجليون. لما مر من الأوكتيك جانجليون حكى يا أوكتيك جانجليون، طيب أوكي أنا بدي أعطيكي ابني الأول اللي اسمه تنسور تمباني، بدي أعطيكي ابني الثاني اللي اسمه تنسور بلاتاي، عشان ابني تنسور وابني ابني تمباني وابني بلاتاي يغذوا هذول العضلتين، تمام. والتنسور تمباني والتنسور بلاتاي يا آية قبل ما يتفرعوا رح يمروا من إشي اسمه أوكتيك جانجليون، تمام ولا مش تمام؟ طبعا ما راح يعمل رولي، اوكي، فبعتها بغذها التنسبراتاي والتنسبراتاي، اوكي اوكي فاهمينها، خلص فهمناهم. اوكي، هلا بحكي لك الترانجيمينال نيرف، بس متخيل بس هاي المحاضره بس جاست يعني الترانجيمينال نيرف يا ايه تقسم الى اشي انتيريور واشي بوستيريور ديفيجن، تمام. الانتيريور ديفيجن هاي هي هاي البوستيريور ديفيجن، خلينا نحكي عن انتيريور ديفيجن شوي، نحكي عن البوستيريور ديفيجن شوي ونشوف شو يعني شو البرانشات اللي بتطلع منهم وشو اسماء ال النرفز اللي راح تطلع منهم، تمام ولا مش تمام؟ ماشي يلا. هلا الانتيريور ديفيجن،
anterior division يا جماعة it's motor except tabacle. يعني anterior division من المانديبولار، يعني حكينا المانديبولار في له motor في له sensory، وحكينا السنسوري هو thick، هو أكبر larger than يعني motor، صح ولا لا؟ anterior division يا جماعة motor except tabacle. هلا anterior division يا جماعة في له أربع أقسام، تمام؟ ثلاث منهم سنسوري، واحد منهم motor، تمام؟ فالبكل واحد من الموتر والسنسوري في ثلاث، تمام؟ ثري موتر سوري اتس موتر اكزيت بكل، انا غلطتهم. اوكي ثلاث موتر واحد سنسوري، تمام؟ ثلاث موتر واحد سنسوري، تمام؟ البكر رح يكون سنسوري، والثري اللي ضلوا ايش رح يكونوا؟ بوتر، تمام؟ هلا اول برانش، برانش اوف ذا ماستر مسل، يعني برانش بيروح بغذي الماستر مسل، وبرانشين او ثلاثه رح يغذوا التمبرالس مسل، وبرانش اوف لاتر بالترجويد مسل، وبكر نيرف، تمام؟ هلا البكر يا جماعه بكر نيرف سنسوري، سنسوري رح يكون، البكر رح يكون ايش؟ سنسوري، والباقي رح يكون ايش؟ بوتر. اذا حكينا انتيريور رح يقسم الى اربعه نيرفات، اربع برانشات، ثلاث منهم بوتر، واحد بس هو السنسوري، والسنسوري هو البكر، تمام؟ تو ميوكس من فرانف ذا تشيكس، يعني هاد بفوت على الميوكس التشيك خدودنا، تمام؟ ميوكس من برين لانهم من جوا رح يصير السنسوري لهم عن طريق البكر نير، تمام؟ خدود الانسان. هلا البكر يا جماعة لازم تتنوه له شغلة، البكر عندنا بكر سنسوري وعندنا بكر موتور. شو هو البكر سنسوري والبكر موتور؟ بكر سنسوري يا جماعة فرام مانديبولار، فرام مانديبولار نيرف، تمام؟ السنسوري اللي نحن بنحكي عنه هلا وبنحكي عنه هو ايش؟ من الماندبولر نيرف، الماندبولر اللي اجى من الترايجمنال. البكر موتور من ايش؟ من الفيشل، اللي رح ندرس عنه بالمحاضرة الجاية، تمام ولا مش تمام؟ هاي البوستيريور ديفجن بس طلت، وهاي الاوتيك جانجليون. شوفوا طيب اني بدي اشوف اللي هي، شوف هاي برانشات الانتيريور ديفجن يا جماعه، تمام؟ شوفوا انتبهوا حاولوا على البرانش اوف ذا انتيريور ديفجن. اول برانش شو حكينا عنه؟ عن ماستر برانش تو ماستر مسل، يعني هون رح تكون هي رح يكون برانش للماستر مسل عشان عضله الماستر تتغذى، تمام؟ نيرف تو لاترال بترغويد، كمان نيرف رح يجي للاترال بترغويد مسل، تمام؟ ام مسل صح. وبعدين تو ديب تيمبورال برانش للتيمبورال انسو تيمبوراليس مسل واللاترال بترغويد والميدال بترغويد. اوكي البكر حكينا السنسوري حكينا انه طيب. هلا رح نشوف البرانش اللي رح تكون على البستيريور، سهلة يعني مش 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 كثير، تمام؟ البرانش اللي بتكون على البستيريور، تمام؟ كلها سنسوري، السنسوري اكزيبت تو نيرف ذا مايلوهيود، اذا كلهم سنسوري الا المايلوهيود. اوكي المايلوهيود راح تكون ايش؟ موتر، تمام؟ لما حكينا بالانتيريور ديفيجن شو حكينا؟ كلهم موتر وواحد سنسوري اللي هي البكل. لما نحكي عن البستيريور كلهم سنسوري عكس الانتيريور، البستيريور سنسوري واحد بس موتر اللي هي المايلوهيود، تمام؟ كلهم بيجتمعوا في كلمة علي، تمام؟ علي الاي من علي دي اركيولو تيمبورال نيرف، تمام؟ هاد بغذي منطقة الاركيولو تيمبورال، يعني هاي يا جماعة اللي تقريبا يعني ورا الاذن وعند التيمبورال، تمام؟ هاي هي ورا الاذن وعند التيمبورال، يعني بيكون مختص فيها الاركيولو تيمبورال نيرف. طبعا ما مش بالضبط يعني، يعني الله اعلم، تمام؟ الواحد بضل كلنا يعني مش هاي. It arises by two roots which surrounded the middle meningeal artery. يعني رح يجي يطلع الاركيولو تيمبورال نيرف من two root، تمام؟ بكونوا محيطين من الميدل مينينجيال ارتري، تمام؟ وين الميدل مينينجيال ارتري؟ دقيقة لا هاي فيها صورة. شوفوا يا جماعة هاي الميدل مينينجيال ارتري، تمام؟ بيجي بيطلع اللي هو الاركيولو تيمبورال نيرف، تمام؟ بيجي بيطلع من two root، تمام؟ بكون محيط بالايش؟ بالميدل مينينجيال ارتري، تمام؟ وبيطلع منهم، تمام؟ هلا لما يجي يطلع منهم، تمام؟ شوفوا هاي برانش، اوكي هاي بيطلع هيك، هاي برانش، هاي برانش، هاي ميدل مينينجيال ارتري هذا لونه احمر، تمام؟ هاي بيطلع برانشين، تمام؟ هلا لما يطلع برانشين هو بده يحكي لك يعني مخطط وين بيروح، تمام؟ بيروح باكورد، يعني بصير يرجع لورا، ديب تو ذا نيك اوف مانديبل، ديب تو ذا نيك اوف ذا مانديبل، بجع المانديبل
تمام هاي المانديبل، هاي المانديبل تمام. ديب تو ذا نك، ديب تو ذا نك تو اوف ذا مانديبل، بصير يعمل بصير يلتف باكورد طبعا لورا تمام. تو انتر ذا باروتيد جلاند، بعدين بفوت على ايش؟ الباروتيد جلاند. شوفوا هاي عشان ما هاي الباروتيد جلاند بفوت فيها تمام. هاي شايفين البرتوت، هاي البرتوت الكبيرة اوكي، هي على الطرف. يعني حكينا بيجي تو روتس تمام، بروحوا عند الميدل مينجل ارتري تمام، بعدين بروحوا باكورد تمام، وبروحوا بفوتوا بالبرتوت جلاند اللي احنا بنشوفها هاي، بفوتوا ديبلي اوكي. It emerged from the upper end of the parotid gland، يعني بروح على upper end of the parotid gland، على يعني عليه على نهايتها اللي علوية تمام. To supply the scalp in front، حتى بعدين يعني بيعملوا immersion فيها حتى انهم ايش يغذوا السكالب اللي بتكون بالامان of the بالامام of the auricular sensory okay. Just يعني عادي انتو شايفينها، بس اعرفوا انه في two roots تمام، بكون سراوندد للمنجل ارتري هيهم، بعدين بروح باكورد، بعدين بفوت ديبلي وبطلع فوق الباروتيد جلاند فوقها على الابر اند منها، وبعدين بروح بغذي ان فرونت اوف ذا سكال. سهله يعني، يعني ها يعني مع الواحد انه حاول يقربها تمام. طيب ات كارس بوست كانجلينك باراسمباثيك فايبر تو ذا باروتيد جلاند اوكي تمام. هلا يا جماعه في عندنا اللينجوال نيرف، هذا ايش؟ ده اللسان يا جماعه، لسان الانسان عشان يغذيه تمام. كارز جنرال سنسيشن، بشكل عام جنرال سنسيشنز فروم ذا انتيريور تو ثيرد، من ثلثين الاماميات اوف ذا تانج تمام. يعني انا ايش بحس فيه؟ بحط ملح على انتيريور تو ثيرد اوف ماي تانج، بحط ملح، بحط حامض، اي شيء اني احس بهذا الشيء بكون عن طريق اللينجوال نيرف يلي هو بوستيريور ديفيجن، يلي راح يجي من ايش؟ مانديبولار ديفيجن، يلي راح يكون من الترايجيمينال نيرف العصب الخامس. صح ولا مش صح؟ صح حاول صح. السلسله هي صحيحه، صحيحه. انفيريور ارفيلار نيرف تمام، هذا بيختص بالماوث والمانديبل اللي هو الجو، جو صح. باس ثرو ذا مانديبولار فورامن، مانديبولار فورامن بيمشي منها الانفيريور ارفيلار نيرف تمام، تو انتر ذا مانديبولار كانال، يعني هاي بتكون يعني بالفك يا جماعه من تحت، بيكون في عندنا شيء اسمه مانديبولار فورامن، بيجي بيمشي فيها الانفيريور الفيرال نيرف تمام، بعدين فوت بالمانديبولار كانال، بعدين ات كمز اوت فروم ذا منتال فورامن، هاي اللي بتكون هيك نوتش يعني زي على هاي هاي. شوفوا يا جماعه زي ما تحكوا انه هاي هون بكون يعني مثلا خلينا نشوف مثلا هذا هو النيرف تمام، هاي المنتل فورامن اللي راح يطلع منها المنتل نيرف. نحن خلينا نحكي عن المنطقه هاي عن جو تمام، راح يكون في من جوا تمام، راح يفوت من هون مثلا شيء اللي هو المانديبولار فورامن تمام. مانديبولار فورامن راح تكون هون جوا تمام، مانديبولار فورامن راح تيجي من هون مانديبولار كانال تمام، وراح يضل ماشي منها الفورامن للكنال، راح يضل ماشي حتى يفوت بايش؟ بالمنتل فورامن، ايش هو؟ المنتل نيرف. بس يعني هاي هي القصة، يعني هذا اللي بيكون بالمانديبل ودخل بالهاي تمام. It comes out from the mental foramen as the mental nerve. Okay. طيب nerve to myelohyoid. Okay. myelohyoid passes through، احنا حكينا عن المايلوهيويد بكون موتور، passes through the myelohyoid groove، عادي groove myelohyoid groove، it supply the myelohyoid muscle من اسمه and the anterior pair of the gastric، هذول العضلتين راح يغذيهم من اسمه اصلا myelohyoid، صح ولا لا؟ صحيح. inferior، خليني اشوف inferior alveolar nerve شوفوا هاي الصورة شكلها رائعة ترى. شوفوا في هون مانديبولار فورامن مثلا زي هيك مانديبولار فورامن، ومنها مانديبولار كانال،
ومنها راح يروح على البنت الفرامل. شايفين مثلا هذه الصورة، هاي ما نجيب للكنال، هيها شايفين مبينة، هاي انت انفيرو الفرامل. المهم راح يمشي من هون ما نجيب للكنال بنت الفرامل، اللي هي بنت هاي تكون هيك النوتش بس جاست يعني. فهمتوا كيف راح تكون؟ قلنا عرفتوا ماي الهايويد ها، يعني نشوف ان شاء الله نلاقي صورة زي هيك. بغض المايل هايويد، وايش كمان ايش كمان واللي هي الابي جاستريك، صح ولا لا؟ صح. هيو شكله، هيو هون يعني، هاي الصوره جميله. هما دوبلر نيرف برانش من فيلر الفيلر، تمام. راح فيلر الفيلر حكايه بالحب اللي هي مانديبولر فرامن، ومنها مانديبولر كانال، ومنها المنتل، تمام. هاي مايلو هايويد نيرف، هاي اللينجوال راح يكون فوق على الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج. مين بغذيهم؟ اللينجوال، صح ولا مش صح؟ يعني الامر سهل صح. نيجي على اخر اشي، وهو يعني اشي يخلينا نذكره على السريع جاست يا جماعة، اوتيجانجليا. حكينا من الجانجليا يا جماعة، حكينا قبلها عن الجانجليا التاني بيتيرو جو. بس وين هي؟ حكينا عن بيتيرو جو بلاتاين من جانجليا صح؟ حكينا it's the largest، اذا نفسها صح والله ناسيها مش عارف شو يعني، صح حكينا the largest the head and neck. يس الاوتيك جانجليون نفسها جانجليون يا جماعه، بتكون بارسن باثيتك، تمام. لايز ان ذا انفراتمبورال فوسا ميديال تو ذا مانديبولار نيرف، يعني عندنا المانديبولار نيرف تمام ميديالي له تمام، راح يكون في عندنا ايش هون في انفراتمبورال فوسا تمام، راح يكون فيها الاوتيك جانجليا جانجليون اوتيك جانجليون تمام. طيب بكون ميديا للإله أوتك اللي هي بكون ميديا للإله اللي هو الهاي تمام. هاي شايفين بكون المانديبولار نيرف ميديا للإله جانجليون، هي عبارة عن باراسمباتيك جانجليون أصلا اللي حكينا عنه أوكي. هاي المانديبولار نيرف شايفينه فوق بالاسم صور اللي أنا فات عليها، وهاي الأوتك جانجليون بتكون ميديا للإله من المانديبولار نيرف أوكي. اتهز يعني حكينا اي جانجليون راح يكون فيه له سنسوري وسمباتيك وباراسمباتيك فانكشن. سو الموتور روت تمام برانش فروم ذا نيرف اوف ميديال بيتيروغويد تمام، يعني الموتور روت بيجي من وين؟ الموتور روت للاوتيك جانجليون بيجي هو عباره عن برانش من الميديال بيتيروغويد تمام. ذس برانش بيكون معلق ذا جانجليون اند باس ثرو ذا ات وذاوت ريلي، ما في ريلي هون يا جماعه. It supply that tensor palati and tensor tympani، يعني ركزوا هاي الشغلات إنه شو بيغذي الموتور روت of the otic ganglion tensor palati and tensor tympani. sympathetic يا جماعة بيجي plexus around the middle meningeal artery، صحك الميدل منجل artery، مش عارف كان في رسم إيش زي هيك. المهم الميدل منجل artery كأنه قبل محاضرة أربعة صح، كان بيكون فيها plexus تمام حوالين الميدل منجل artery تمام. هذا البلكسس اراوند ذا ميدل منجل ارتري بيجي منه السمباتيك روت تمام للاوتيك جانجليون تمام. الباراسمباتيك يا جماعه تمام، باراسمباتيك بالاوتيك جانجليون بيحكي بكون بري جانجليونيك وباست جانجليونيك تمام. ودي ليزر بيتروزل بري جانجليونيك بيجي من انفيريو سلايفر نيوكليوس اللي حكينا عنها لاكريميشن، هذا لاكريماتور اللي بتكون بالبونس اوكي، بيجي منها ايش بري جانجليونيك تمام، بيجي من وين؟ من انفيريو سلايفر نيوكليوس pass with the glossopharyngeal nerve مع الglossopharyngeal nerve راح يمشي بريجانجلونيك. راح ندرس عنه glossopharyngeal nerve يا جماعة، درسناه كأنه هاي وجت المحاضرة. with its laser petrosal branch okay the laser petrosal branch مسكناه بالآخر يعني nerve pass through foramen oval شفناها كثير inter infratemporal fossa اللي فرجيناكم اياها قبل شوي and lie in the otic ganglion post ganglionic parasympathetic fiber pass in the auriculotemporal nerve to supply the parotid gland. اذا مباشرة الauriculotemporal هي انها تدخل بالparotid gland. اذا صار في عندي رسمة او انا لقيت رسمة، بس خليني هلا بدي انا بحاول بقطع بالمواد يعني، وكان في عندنا امتحان صح الاتكس ومانجمنت، فان شاء الله اذا زاد معي وقت يا جماعة راح
حكون حاطتها بالحسبان اللي هي أوتيك جانجليون، إن أشوف لها رسمة، أحاول أبحث أجوجل رسمة إنها تفهمها إنها تبين كل برانشات اللي منها مرة واحدة، ونشرحها بخمس دقائق إن شاء الله. بس بالمجمل افهموا الأشياء الأساسية، الموتور، السمباتيك، برسمباتيك، شو بتغذي، شو بتكذا، وفقط لا غير. وبالتوفيق يا رب العالمين. وهاي الصور يعني صور مهمة جدا ترى، عن جد كثير أنا تساعدتني الصور، بس مش هاي الصورة، يعني كنت أشوف على جوجل. تمام، يلا بالتوفيق يا رب.